ليه لازم نحفظ كلمات؟ اللي عنده رأي أو إجابة على السؤال ده يكتبه في التعليقات. في ناس كتير بتقول إن الفرنساوي سهل، وهو فعلا سهل. ناس بتقول مش لازم نذاكر من أول السنة، ده غلط. مش لازم نحفظ كلمات، وده غلط. ده حتى الامتحانات بتاعتنا عبارة عن اختيارات، يعني احنا مش بنكتب حاجة بإيدينا. وده برضو فكرة خاطئة. ليه بقى؟ هقول لك ليه. لأن الامتحانات وارد جدا يجي فيها كلمة انت مش عارفها، تيجي فيها معنى جديد انت تكون محفظتوش. فالامتحانات زي ما هي بتيجي سهلة، وارد جدا تيجي صعبة، وتيجي معتمدة على حفظ الكلمات. فانت اذا ما كنتش حافظ كلمات كويس مش هتعرف تعدي في الامتحان. ازاي هتفهم الوثيقة من غير ما تكون حافظ الكلمات؟ ازاي هتكون قادر تحل القواعد بدون ما تكون حافظ كلمات تساعدك على ترجمة الأسئلة؟ إزاي هتعرف تحل سؤال المواقف اللي هو مليان كلمات زيه زي الوثيقة بالظبط بدون ما تحفظ كلمات؟ إذن حفظ الكلمات مهم جدا، ومش معنى إن الامتحانات بتيجي سهلة يبقى معنى كده إننا نريح وما نحفظش كلمات، لأنه لو عايز يديلك كلمة صعبة هيديلك كلمة صعبة. خد بالك من الحتة دي كويس. فأنت لازم تكون عامل حسابك وبتذاكر وبتحفظ كلمات كتير. النقطة التانية هي بعد ثانوية عامة، افرض ان انت دخلت كلية فيها قسم لغة فرنسية، ادب فرنساوي، تربية فرنساوي، سياحة فرنساوي، ألسن فرنساوي، كل الكليات اللي فيها قسم لغة فرنسية. ايه رأيك تدخل الكلية دي وانت مش فاهم حاجة في اي حاجة ولا حافظ اي كلمات، ولا تدخل وانت مذاكر منهج ثانوي وحاطه في جيبك وحاسس انك مرتاح ومتقدم على زمايلك؟ ايه الافضل، انك تدخل وانت مش فاهم حاجة، ولا تدخل وانت مظبط امورك وحافظ الكلمات اللي فاتت في ثانوية عامة؟ خلي بالك انت لو دخلت او لو كلمت يعني شخص من طلبة سنة اولى كلية في اي كلية من الكليات اللي بقولها لك دي، لو الطالب ده ما كانش مذاكر كويس في ثانوي يقول لك يا عم ده انا ما كنتش مذاكر ودلوقتي مش عارف الم نفسي. ليه؟ مش عارف يذاكر. الفرنساوي اساسا غريب عليه، الفرنساوي اساسا غريب عليه لانه ما كانش بيذاكر كويس في ثانوي وفجأة دخل قسم فرنساوي. اذا لازم تأسس نفسك في اللغة الفرنسية، في خصوصا في حفظ الكلمات وانت في ثانوي. لو عندك رأي تاني اكتب الرأي ده في تعليقات اسفل الفيديو. تحياتي.